أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. الشطر الأول من سورة براءة كان في محاسبة عبيد الأوثان وفي تحديد المواقف منهم. أما الشطر الثاني من هذه السورة فهو في تصفية المجتمع المسلم من المنافقين وفي تحديد موقف المسلمين من القوى الكبرى في العالم يومئذ ممثلة في دولة الروم. فإن دولة الروم كانت قد انفردت بزمام الدنيا بعد أن انتصرت على الفرس وأصبحت الكلمة كلمتها والأمر أمرها. أغرى الروم هذا النصر الذي أحرزوه على الفرس كما استصحبوا تعصبهم القديم ضد عقيدة التوحيد وضد كل من ينادي بها، فكان موقفهم من الإسلام ونبيه ودعوته موقفا يحتاج إلى شرح طويل وإلى تصحيح وتعريف ينتفع بهما إلى آخر الدهر المسلمون في كل زمان ومكان. ويبدأ الكلام عن أهل الكتاب وموقفهم منا أو دولة الروم وموقفها منا من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والكلام هنا يحتاج إلى تفصيل تاريخي وعودة إلى ما قاله كتاب السيرة وما يقوله المؤرخون عموما في الأحداث التي صاحبت النصف الثاني من سورة براءة. يقول التاريخ: نزل هذا الوحي كله تعليقا على غزوة تبوك أو غزوة العسرة. وتبوك بلد في شمال المملكة العربية السعودية الآن، شمال المدينة بنحو 800 كيلومتر فيما أذكر، مسافة بعيدة مسافة طويلة فعلا. لكن كان لابد للمسلمين أن يذهبوا إلى تبوك، والسبب دعوة الإسلامية انتشرت في وسط جزيرة العرب وشرق الجزيرة وامتدت جنوب الجزيرة إلى اليمن وأسلمت قبائل وجاءت وفود من هنا ومن هناك تعلن ولاءها لله ورسوله ودخولها في دينه الحنيف. لكن شمال جزيرة العرب وكان ملوك الغساسلة يحكمونه اعترضت دعوة الإسلام ومنع امتدادها ووضع العراقيل أمامها. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى أحد أمراء الغساسلة كي يعرض عليه الإسلام، ماذا فعل هذا الأمير؟ طبعا مزق الخطاب وجاء بالذي حمل الرسالة وقتله. الرسل لا تقتل، فما الذي حدث؟ هي استهانة بالمسلمين وبنبيهم وبدينهم وإرهاب وتخويف حتى لا يقدم داعية إلى هذه الأماكن. فلم يكن بد من أن المسلمين يلجأون إلى القوة، ولجأوا إلى القوة فعلا
وأعدوا جيشا ذهب إلى مؤتة كي يرد الطمأنينة إلى قلوب المؤمنين ويشعر أعداء الإسلام بأن في المسلمين قوة، لكن الجيش هزم وتراجع بعد قصة لا نذكرها الآن. وازداد الضيق النازل بالمؤمنين، وازداد الإرهاب الذي تبعثره جيوش الرومان وجيوش الأعراب الذين يوالونهم ويحطبون في حبلهم ويدورون في فلكهم ويشتغلون خدما لهم أو أتباعا. هنا يقول بعض المستشرقين أو بعض المبشرين إن المسلمين خرجوا إلى تبوك أو إلى مؤتة مهاجمين. كيف يوصف هؤلاء المسلمون بأنهم يهاجمون في عقر دارهم في بلادهم؟ مؤتة بلدنا، تبوك بلدنا، هل الرومان في تبوك يعتبرون أصحاب البلد؟ هل الجيش الروماني في تبوك يعتبر وجوده شيئا عاديا أو أمرا طبيعيا، بينما يعتبر الجيش العربي الإسلامي يعتبر وجوده أمرا غير عادي ويعتبر هجوما؟ وجود الرومان محتلين في مصر أمر عادي، وجود الرومان محتلين في الشام أمر عادي، وجود الرومان محتلين في الشمال الإفريقي أمر عادي. هذا هو منطق الاستشراق أو منطق الذين لهم في تحديد الإرهاب مفاهيم مزورة. فالذي يدفع عن بيته إرهابي، والذي يدفع عن عقيدته إرهابي، والذي يطلب حقه إرهابي. أما الأبيض الذي يحتقر الجلد الأسود ويظن عليه بحق الكرامة فرجل عادي. أما المعدد الذي يضع العقبات أمام دعوة التوحيد فشخص عادي وليس إرهابيا. هذا النوع من التفكير ماذا نقول فيه؟ إنه تفكير جائر ظالم معتد أثيم، ولذلك ما بد من مواجهته بالسيف. إنه تفكير كاذب، رمتني بدائها وانسلت. إذا كان صاحب البيت الذي يدفع اللصوص عنه يتهم بأنه معتد وبأنه إرهابي، والنص الذي يريد السطو وأخذ ما في البيت أو الاستيلاء عليه يعتبر شخصا عاديا. هذا منطق لا يمكن أن يقاوم بالحجة العقلية، إنما يقاوم بالسيف. ما بد من هذا. ولذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام أعدل إنسان حمل دعوة، لأنه وضع السيف موضعه ووضع الحجة موضعها. لكن وضع السيف في موضعه يحتاج إلى رجال، وما أحوج الإنسانية في أدوارها المختلفة إلى الرجال. عندما بدأ الإسلام يحاسب الرومان أخذ الجبناء يترددون، وأخذ الضعاف يتقولون، وأخذ الكذبة أصحاب الطباع الواهنة الخسيسة يقول بعضهم من البعض الآخر محمد غره أنه انتصر على العرب ويريد أن يقاتل الرومان، إنه إذا ذهب إليهم فلن يعود، إنه شخص اغتر غر هؤلاء دينهم. هذا هو الذي كان يدور بين أوساط ضعيفة وعاجزة. هذه الأوساط الضعيفة العاجزة يجب أن تفضح وأن تكشف. هؤلاء المنافقون يجب أن يصفى المجتمع العربي منهم. ليه؟ لأنه مع نزول هذه الآيات بعدها بسنة واحدة مات النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتعبير دقيق سنة وثلاث شهور مات النبي عليه الصلاة والسلام، والله يعلم أنه سيرتجع نبيه أو يتوفاه بعد 15 شهر من تبوك. فلا بد من تصفية المجتمع وجعل هذا المجتمع
بريئا من النفاق، كما غسل الصحراء من عبادة الأصنام، يجب أن يغسل الصحراء من المنافقين الذين خافوا من الروم ورفضوا القتال وتعللوا بآلاف العلل، لأن وجود المنافقين في مجتمع يقتل هذا المجتمع ويقعده عن أداء رسالته ويعجزه عن أن يبلغ هدفه، فلا بد من تصفية المجتمع من النفاق. وده اللي حصل، بدأ الإسلام في هذه الصورة يقول للناس لازم تقتل وإلا أجيب جيل آخر إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، جاهدوا بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله، لا بد من هذا. وأخذ يفضح المنافقين، دول ناس أصحاب علل، يقال لهم قاتلوا، يبدأ كل واحد منهم يبحث عن عذر أو عن علة ويروح للرسول يقول والله أنا كنت مريض، والله أنا كان بأحصب الأرض، والله أنا كان ابني تعبان، والله. والرسول مؤدب ورقيق ولطيف فيقبل أعذار هؤلاء المتهاونين أو المتكاسلين أو المتقاعدين، لا، ولذلك قال الله له معاتبا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبدأت الصورة هنا تذكر أخلاق المنافقين، منهم من يقول أذلي ولا تفتني، إيه يا أخي؟ قال والله أنا أخاف من الفتنة إذا سافرت، أقعد لا نريدك، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صنف آخر من المنافقين موجودون في كل زمان ومكان، دول ينظرون إلى القضايا العامة أو إلى المجتمعات التي ينضمون إليها والأحزاب التي يؤازرونها على محور المنفعة الخاصة، إن وجد نفعا يقول والله أنا معكم، لم يجد نفعا يبتعد. ومنهم من يلمزك في الصداقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والشخص الذي يرتبط بالمغنم أو بالمنفعة أو بتحقيق مآربه ليس رجل مبادئ، رجل المبدأ هو الذي يكون معك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الذين يفتدون الإيمان هم أهل الوفاء والشرف، أما الذين يبحثون عن منافعهم فإن وجدوها أهلا وسهلا، إذا لم يجدوا المنفعة المرجوة أداروا ظهرهم، أداروا ظهرهم والدين ظهر، ماذا أصنع بهذا الشخص؟ منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في ناس عندهم ثرثرة وصفاقة ويحب يخدع الناس بأسلوبه، وبعدين يقول لك الرسول مؤدب ولما تروح تقول له كلامه يسمع، لا يواجه أهل الشر بشرورهم لأنه مؤدب. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم،
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نوع آخر يعطيك الكلمة أو يتظاهر بأنه والله الظروف التي حولي الآن لا تساعدني على الخير، لكن إذا تغيرت الظروف فأنا أكون أحسن حالا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما أكثر الذين تراهم في إبان ضعفهم وحين فقرهم يقولون والله لو كنا أغنياء لبذلنا وأدينا وفعلنا، لو كنا أقوياء لكافحنا وجاهدنا ونصرنا. فإذا ملكوا الثروة أو ملكوا السلطة وجدت شخصا لا يعرف إلا نفسه ولا يفكر إلا في مصلحته، والعهود القديمة التي كنت تتحدث عنها والتي كنت تخطب بها والتي كنت تقول للناس اعرفوني على ضوئها أين ذهب؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هؤلاء كلهم منافقون، والمجتمع الإسلامي لا يقوم بأولئك المنافقين، إنما يقوم بأناس لهم دينهم ولهم جهدهم. مثل من؟ الناس الطيبين. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع القواعد مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء المؤمنون المخلصون هم الذين كونهم النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء الشطر الثاني من سورة التوبة، وهم الذين انتصروا على الروم بعد ذلك بصدق إيمانهم وقوة موافيقهم وشرف عهودهم. بعد أن ولى النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى وجدنا هؤلاء الناس أوفياء للإسلام، وفعلا انطلقوا بعد تبوك إلى الشام في بعث أسامة بن زيد، ثم انطلقوا في البعوث الأخرى مع شتى القيادات حتى نشروا الإسلام على أنقاض الاستعمار الروماني الذي أذل البلاد والعباد قرونا طويلة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.